قافلة مؤسسة القلب الكبيرة الخاصة بعلاج المصابين بالمياه البيضاء تخطو نحو الأمام، فخلال يومي القافلة تم تسجيل أكثر من 600 حالة للكثرة، وقد شرع الفريق الطبي بالقيام بعمليات جراحية لعدد منهم بالاستعانة بوفد مؤسسة البصر العالمية هنا بهذا المعمل الخاص بالعمليات الجراحية، حيث استفاد حتى الآن من القافلة ما يزيد عن 100 مصابا بالمياه البيضاء. اتضح ذلك خلال وقوف وفد مؤسسة القلب الكبير هذا الصباح بمخيم ما بعد عملية الجراحة. عنينا فرحانين جدا اليوم فجر جينا أمس ناس 116 وسولهم عملية دابل بإذن الله نشكره أول بأول الله بإذن الله لا برمت دام خلفات ناس جاء جوكي برطمان بار الغزال وقوينا الناس والناس الخدموا معنا هنا ناس في بر الغزال وعارفين ليل وهراي عشان الناس ده يقولوا وعليهم يشوفوا ده الأمر اللي هم في الأنتم جميعا. كما عرب بعض المستفيدين عن عظيم امتنانهم لسيدة البلاد الأولى هند ديبي تنو صاحبة الأضاعة المتواصلة. مردانين أنتون عافي أول ما نشوف شيء سنتين على الحمد لله شكرا لله. اليوم نادم ما بيشوف فكوه ونادم عميان مرة واحد ما بيشوفك بس إن اليوم شافه والعين الواحد الفكوه هذا فالحمد لله شكرهم وحمدناهم. 1000 مصابا بالكتراك فقط استحدثتهم هذه القافلة، إلا أن ما يشهده مستشفى موسورو منذ إطلاق القافلة يوهي إلى أن العدد أكثر مما كان متوقع.